السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في هذا الفيديو الخاص بالديغنيير مينيت. إن شاء الله ديبار يكون مع الخمسة باري لونشون في المسافة ديال 1600 غازون. الكوردة غتكون على اليمين أدروا غران بيست في تيران سوبل. البينيترومتر غيكون 3.7. المهم اخوتي ديال المعطيات الاوليه بالنسبه لاخوان لي فيديو كانت ديال العشيه غنبقاو نحطوه في القناه الثانيه نحركوها شي شويه وربما عند هاد الايام هادي نبقاو نحطوا كلشي في القناه الاخرى. المهم غادي نحاول نوريها لكم حاولوا نور بعض الناس اللي ما كيعرفوهاش وصافي باش تفاعلوا مع الاخوان بشكل كبير وصافي. هذا ما كان بالنسبه للقناه الاخرى هي هذه اللي نبقاو نحطوا فيها الاخوان. درنا فيها واحد اللايف ديك الناريات درنا في واحد اللايف وان شاء الله دابا راه دافع الوثائق ديال الواي فاي وان شاء الله غادي نبقاو. هي هذه القناه يعني مشابهه لهذه اللي كنخدم عليها دابا ونبقاو نديرو فيها اللايف ان شاء الله. ان فوان قادو المسائل غنبقاو نديرو فيها اللايف ربما من غدا ربما من غدا. على كل حال الاخوان الكرام بالنسبه لي غران فافوري الروك بلون هو الرقم 3 اشيك تاش رقم 14 غادي يكون سيمون سكينغ رقم 8 هو التروازيام فافوري وغالوغ يكون كعود كاتريام فافوري غادي ب 12. عفوا الاخوان وغيدخل لينا سيتي بوي رقم 4 وايفير غيلو رقم 11 تريزا وغيدخل بالفافوري 9 7 جولدون بيلو غادي يمشي ب 15 وجاكو بوي غادي يمشي ب 16 غير عنده 16 يعني بشحال غيمشي حتى هو غادي ب 15 وجوج ديالنا مع لوميتر سيرانو بوتاس عاد الخمسة غادي يمشي لينا ب 26 مع ستيفان باسكي اللي عزيز عليه ليدام غادي يختار ستيفان باسكي اللي عزيز عليه ليدام غادي يختار توجك. مهم خوتي الخيول انا كنعتقد والله اعلم الطروة تيكون الاخوان ضد الكاتورز والان والويت والدو والست. هاد الطروة هادا اللي كان غادي يجي غيحيد لينا الكاتورز والويت والان والدو والست دونك غيطلع لينا معاه الكات طروة كات 11 اولا 13 يعني 11 و 13 واحد فيهم وقيله كنظن ايوا 9 16 هذه تقريبا هذه الطريق ديال الثروه يعني اي حاجه من غير الكاتورز والويت والان والدو والست اللي كان يجي الطروة هادو من عولوش عليهم معاه في لاباس. انا كنهضر على لاباس ملي كدير اكس ماشي مشكل ولكن الا ما جاش الطروة غيطلع لينا سات كاتورز ويت سات كاتورز ويت اتونسيو من الخمسة شحال من واحد يقول لك لا راه عاود ماتت لي لافورم. هما ما عندهمش ديك القضيه ديال كتموت لي لافورم كيبقى حتى كيغدر كيدير المفاجاه وكيولي فافوري. هادشي اللي كاين اخوتي وتحياتي لكم ومع السلامه.